كل المجالات، صناعة، زراعة، سياحة، الترفيه، الخدمات، لأن هي في المقام الأول مدينة العلمين هي مركز إقليمي على مستوى الساحل الشمالي، هيكون ليها دور في منظومة العمران الساحلي. والمشروع اللي احنا بنضع حجر أساسه النهارده هو أكبر دليل على إن التنمية في مدينة العلمين اللي بتقوم بيها الدولة مش بس عبارة عن مشروعات عملاقة في الجزء في الشريط الساحلي الأمامي ومشروعات سكنية وخدمية في الجزء الخلفي، لا أيضا هيكون في مشروعات كبيرة وعملاقة. ويمكن إحنا الداون تاون اللي إحنا بنضع حجر أساسه اليوم، الأبراج الخمسة اللي فيه أول مجموعة دول أعلى من الأبراج اللي على الجزء الساحلي، يعني كلهم هيبقوا أطول من هذه الأبراج، وهيبقى في نود للتنمية أو منطقة للتنمية ومركز للتنمية في هذه النقطة. أعتقد هتبقى بتضاهي منطقة الأعمال المركزية في العاصمة الإدارية. اللي إحنا عايزين نقوله لحضراتكم، إحنا شغالين وهنظل نعمل طول ما إحنا على هذه المسؤولية وقائمين عليها، وهنظل نبني عشان نعمر بلدنا ونقدم للمصريين المنتج العمراني الذي يليق بهم وبالمستوى اللي احنا عايزين بلدنا تبقى عليه في القريب ان شاء الله. مدينة العلمين هي واحدة من مجموعة من المدن المخططة والواردة في المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية لمصر 2050، يمكن هي باكورة المجتمعات العمرانية الجديدة في نطاق الساحلي الغربي مع مجموعة أخرى قادمة من المجتمعات العمرانية.